السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي طلاب تاني ثانوي، أحبكم في الله وفي انترشجود، أتمنى تكونوا بخير. النهاردة آخر وحدة نبدأ فيها إن شاء الله النهاردة، وأول قاعدة فيها هي الأفعال الناقصة. الأفعال الناقصة دي مضال فيربين، طبعا هي كقاعدة مش جديدة، بس طبعا في أفعال جديدة هنقولها النهاردة. الأفعال الناقصة زي ما احنا قلنا قبل كده إن هي ست أفعال، ست أفعال دول خمسة، والسيرز بتاعهم ان شاء الله اول حصه في ثالثه ثانوي. تمام، طيب على بركه الله كده نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الافعال الناقصه اسمها دي مضال فيربن، وقلنا الافعال الناقصه بتجمعها ملحوظات مهمه جدا، الملحوظات دي مشتركه في التصريف وفي وجود الفعل جوه الجمله. تمام، طيب طعم مشتن وفولن احنا خدناه قبل كده، مشتن وفولن نفس المعنى يساوي بعض، كونن يستطيع زي كان، ميسن زي ماست بالانجليزي، دورف معناه يسمح. تمام، طيب اول ملحوظه هي طبعا هي باينه في الجدول كده، ايه؟ ان تصريف الفعل مع اش هو نفسه مع ار واس وزي، دي ملحوظه واضحه، ايه واضحه في الجدول. يبقى او مثلا فعل مشتن هقول ايش مشتي دو مشتس ار واس وزي، مشتي زي ايش. تمام كده، اير مشتت فير وزي وزي مشتن. فعل فولن ايش فيل دو فيلست ار اس وزي، فيل زي ايش، اير فولت فير وزي وزي فولن. الفعل كونن ايش كان دو كانست ار اس وزي كان زي ايش، اير كنت فير وزي وزي كونن. فعل مسن ايش مس دو مس ار اس وزي مس زي ايش، اير مست، ودي هي ملحوظه هنقول عليها دلوقتي، فير وزي وزي مسن. فعل دورفن ايش درف دو دارفس ار اس وزي دارف برضه زي ايش، اير دورفت فير وزي وزي دورفن. طيب كده واضح من الجدول ان في ملحوظتين في الجدول وفي الملحوظه الثالثه في الـ في الـ في الجمله بتاعتهم. طيب اول ملحوظه تصريف الفعل مع الضمائر ايش وار واس وزي تصريف واحد، ده واضح، حتى مظللهم بلون ازرق عشان تكون ايه واضحه في الجدول. النقطة الثانية بتاعتي في بناء الجملة، يصرف الفعل في المركز الثاني في الجملة، والفعل الأساسي اللي هو الأصلي آخر جملة في حالة الإيه؟ المصدر، يعني فعل منتبه إن. تمام؟ يعود الفعل أصله بداية من ضمير إير، يعني أصله؟ وهذه النقطة خاصة بالحرف المتحرك، يعني هنا مثلا إيه؟ هنا حرف الأو، حرف الأو هنا، أو في الفعل فولين، حرف الأو ملوت في الفعل كونين. حرف اليو ملوت في الفعل المسن، حرف اليو ملوت في الفعل دورفن. طيب الحروف المتحركه الاصليه رجعت مع اير، هنا فولت فيروز وزي فولن، هنا كنت بالاو. هنا بقى اللي ايه اللي لازم تاخد بالك منها كويس جدا جدا جدا، عشان في مقارنه كبيره بين الفعل المسن مع الدو ومع اير. الفرق في ايه؟ لاحظ كده الفرق في النقطتين، الفرق في الاوملاوت، فانت لازم تخلي بالك من النقطه دي كده. هنا ايش موس دو موس ار اس زي موس، طب اير ميست باليو املاوت زي المصدر بتاعها باليو املاوت. تمام كده، فيروس زي موسن نفس الكلام، ضرف دو ضرفس ار اس زي ضرف، اير دورفت باليو املاوت. تمام، طيب دي الافعال الناقصه. قلنا افعال ناقصه تصريف الفعل مع ايش هو نفسه مع ار اس زي، الافعال الناقصه بتجيب مصدر اخر الجمله، الافعال الناقصه الحروف المتحركه اللي في مصدر الفعل من فوق بترجع مع اير بدايه من الضمير ايه، طبعا اير وفير وزي وزي. طيب هنا بقى عشان بس نكون واخدين قاعده الفعل الناقص كامله، الفعل الناقص لو جه معاه فعل منفصل، الناقص مع فعل منفصل. طيب الافعال المنفصله احنا خدناها، منها الفعل اسمه اوفرومين مثلا، فعل اسمه اوفشتيهن مثلا، يبقى اوفرومين بيجي كامل بدون انفصال اخر الجمله. يبقى هنا ممكن اقول لك ايه، امنيه كوما يا امنيه دو موست داينت سيما اوف غويمن. طبعا هيجي لك اختيارات هيقول لك ايه، دو موست داينت سيمر من قوسين اوف رويمن، رويمن اوف، رويمي اوف، رويمت اوف. تمام كده، يبقى احنا عندنا فعل اسمه اوف رويمن فعل منفصل بيجي غصب عنه اخر الجمله، عشان فعل الايه، عشان فعل الناقص ده بيجيبه اخر الجمله، بيجيبه مصدر اخر الجمله. طيب كيندر كوما اير نوست بالاوملاوت فرو اوفشتين، يا اطفال يا يعني يا جماعه
اسمعوا الكلام بقى بتاع الاطفال بتاع مغلبيننا دايما، انتوا لازم تصحوا بدري. يبقى عندنا فعل اسمه اوفشتيهن منفصل، اوف وشتيهن، بس اوفشتيهن بيجي كامل على بعضه اخر الجمله في حاله الايه، في حاله المصدر. طبعا المربع دوت مهم جدا جدا، ده استخدام كل فعل ناقص استخداماته ازاي او ايه الدلاله بتاعته، والنقطه دي بتيجي دايما فين؟ في اسئله المواقف. طيب كلمه فعل موشن او فعل فولن، موشن وفولن بتدل على حاجه اسمها الرغبه او الامنيه، فونش جيرن، كلمه فيل معناها اراده، كلمه ابزشت معناها نيه، دي كلها بتدل على الاراده او الرغبه والامنيه. مثال دو فراجست نخدم فونش، انت بتسال عن الامنيه او الرغبه، هتقول باس موشتست دو ماخن مثلا، باس موشتست دو شبيلن، او باس موشتست دو عامه، انت عايز تعمل ايه؟ كده بسألك عن رغبتك او ارادتك. طيب فعل اسم الكون اللي خدتها خدناه من اللي فات بيدل على حاجه اسمها فيش قايت، معناها قدره. فيش قايت معناها ايه؟ قدره. يمن دفرقت نخدير فيش قايت معناها قدره. يبقى دايما اختار الفعل ايه؟ كان او كونن دايما في الجمله بتاعتي. انت بتسال عن القدره هتقول له ايه؟ فاس كانست دو. شخص ما بيسالك عن القدره تقول ايه؟ ايش كان مثلا جود دوتش اشبريشن، ايش كان جود فوسبال شبيلن، تمام، ايش كان جود ايم انترنت زورفن، بعرف اقعد على الانترنت، تمام كده. يبقى عندنا كلمه فيش قايت معناها قدره بتيجي مع فعل كونن يستطيع. طيب موسن يجب بقى ده الجديد، عندنا حاجه اسمها بفلشت معناها الزام او واجب او ضروره، درينجن دي معناها ضروره، تمام كده. يبقى عندنا بفلشت الزام، حاجه الزاميه لو انت عملتها يبقى في عقوبه، لو انت ما عملتهاش اقصد يبقى فيها عقوبه. يبقى بقول لك الزام، بقول لك مثلا ايه؟ بكره عندك امتحان، يبقى لازم تذاكر ولا ممكن؟ ممكن. بقول لك بكره عندك امتحان، يبقى دو ماست فيل ليرنين، انت لازم تذاكر كتير، تمام. طيب هنا بقول لك ايه؟ دو فرجس نخدم بفلشت، انت تسال عن الالزام، بتسال هتقول ايه؟ فاس موست دو ماخين، ايه المفروض عليك او اللي يجب عليك او الملزم منك انك ايه تعمله. دورفين يعني يسمح، طبعا ايه بيجي في جزئيتين، لو جملة دورفين مثبتة يبقى حاجة مسموح بيها، دورفين اللي ارلابنس معناه مسموح، لو ممنوع اسمها فربوتين، دي ممنوع وارلابنس معناه ايه؟ مسموح، تمام. بقولك هير درف منش تراوخين، هنا مش مسموح للواحد انه ايه؟ انه يدخن. بعدين الفعل اسمه روخن ده معناه يدخن، ده است ايه؟ فربوتن، ده بيكون ممنوع، تمام. طبعا الناس اللي ايه اللي بتدخن في اي مكان، وللاسف قرفنا في كل حته، في اماكن عامه وفي انفاق وفي مواصلات، تمام. فدي دي ناس يعني بجد الله يهديهم بجد يعني. هير دارف مان نيشت روخن، داس است فربوتن، داس است فربوتن يعني ده ممنوع. طيب طبعا الامثله بتاعت الافعال الناقصه، مجرد بس ما تعرف معنى الفيرب هتصرف صح، انت كده خلاص يعني خدت شوط كبير في الحل. فراكورتس كوما زي جروس الاحترام، زي جروس الاحترام تاخد ايه؟ دورفين بي ان دي تيكتس نيشت فرجسن، يا فراكورتس حضرتك مش مسموح لك انك تنسي التذاكر تاني، تمام كده. يبقى دي تيكتس التذاكر، نيشت فرجسن، قلنا فرجسن ده مصدر جاي معناه ينسى. طيب احمد مثلا دو هير نيشت روخن، يا احمد دو دارفست نيشت روخن، مش مسموح لك انك ايه تدخن. هير ام كلاسن السما، يعني هنا في ال في ال في الفصل، نوت اير نيشت تليفونيرن، مش مسموح لكم انك ايه تفتحوا تليفون تستخدموا التليفون. طبعا الناس اللي ايه اللي قاعده ورا خالص انا شايفها، ها، والمدرس مثلا يشرح وتلاقي مثلا ايه ماسك الموبايل او بيلعب في الموبايل، وبص له وقول ايه يا هادي انا ببص على الساعه، انا عارفهم 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 كويس. يبقى هنا مع اير انتم تبقى ايه؟ درفت. نوت ايش زي اد باس فراجن، تسمح لي اسال عن شيء، يبقى ضرف ايش اد باس فراجن. هير باور نوت فير ليتست جين، فير تاخد اي ان في النهايه، يا استاذ باور هل تسمح لنا ان احنا نغادر نروح نمشي دلوقتي؟ دورفين فيريتست جين. رقم 6 نقط من
مفرد زي ايش؟ يبقى ظرف من هير فوتوغرافيرن، انا بستعمل ايه؟ معايا كاميرا بصور. هسال الاول الكلام المنطقه دي مسموح بها بالتصوير او غير مسموح بها بالتصوير. يبقى اقول هنا ايه؟ ظرف من هير فوتوغرافيرن، هل مسموح للواحد انه ايه يصور هنا؟ باي جرين نوت من دي شتراسي يوبركفيرن، يعني هنا من برضو معناه الواحد عند الإشارة الخضراء أو عند العلامة الخضراء مش مسموح إن أو مسموح له إن يعبر الطريق، تمام؟ يبقى هنا من مفرد زي إيه؟ زي إيه تاخد ظرف. عمرو أوندي دو، عمرو أوندي دو بتساوي إير أنتم. إحنا قلنا قبل كده أي اسم مع الضمير دو بتساوي إير. طبعا دي التعويض عن اسم الضمير أو التحويلات، دي طبعا خدناها في أولى ثانوي. يبقى إير أنتم بتاخد مست بالأوملاوت، مست بالأوملاوت، تمام؟ زي دورفن هير نشت، عايزين بقى ايه؟ طالما جالك اختيارات اخر جملة عايز مصدر، يعني مصدر يعمل حاج يعني فعلا منتبه ايه؟ بي ان يبقى باركن. يبقى هنا مش مسموح للواحد انه ايه؟ انه يركن. ان دوتش لاند نقط دي ميتشن الاين ليبن، يعني في المانيا مسموح للبنت، للأسف هناك طبعا مجتمع منفتح طبعا البنات ان هي تعيش لوحدهم. دي ميتشن هنا جمع دورفين، وخلي بالك كلمه دي ميتشن او كلمه ميتشن عامه كلمه مفرد وجمع بنفس الايه، بنفس الاوملاوت، بنفس الحروف بالظبط، كلمه مفرد وكلمه جمع. امتى بقى اعرف ان هي مفرد وامتى جمع؟ من تصريف الفعل. طب ما هو بيختبرني تصريف الفعل، هقول بقى ظرف مره ولا دورفين؟ هنا بص على الاداه، هنا دي بتاعت الجمع، لان كلمه ميتشن اسمها داس ميتشن معناها الفتاة او البنت. نورا اون دي دو، انت ونورا، يبقى اير انتم، اير انتم، انتم تبقى ايه؟ دورفت نشت ان دي نشت ان دي ديسكو جين. مش مسموح لكم انكم ايه تروحوا الديسكو. مورجن دورفن فير ان دين كلوب، مورجن دورفن فير ان دين كلوب، ان دين كلوب عايز ايه؟ عايز مصدر. طبعا عندنا اتنين مصادر هنا حسب المعنى، لان اندين كلوب حرف جر معناه الى، وحروف الجر اللي بمعنى الى لازما فعل حركة، لازما فعل ايه؟ حركة، يبقى جين. لكن لو قال لك دين كلوب بس ممكن تنفع ايه؟ تنفع بزوخن، تمام؟ طبعا دي الامثلة كلها بتاعت الافعال. عايزين نجيب كده ايه؟ مثالين صعبين عشان ما تقولوش ان احنا بنختار الامثلة السهلة في الفيديوهات والامثله الصعبه في الحل. مثلا باي لك كده فون مونتاج بس فرايتاج، من يوم الاثنين ليوم الجمعه نوت هير نوت ايش يدن تاج ام زكس او او فشتين، او فشتين مصدر هير نشت، يعني هنا فين الضمير اصلا؟ نمسك في الضمير ادي ايش. يبقى من الاثنين للجمعه، طبعا عشان من الاثنين للجمعة ده ايام عمل او ايام دراسة، فهنا لازم على الواحد انه يصحى كل يوم، ينتج معناه كل يوم ام 6 اور الساعة 6، يبقى لازم يصحى مس، تمام؟ طيب مثلا رقم 10 بيروت، يعني عند الاشارة الحمراء نوت منشت ايبر دي اشتراس جين، مش مسموح للواحد انه يمشي في الشارع، يعني يعدي كده طالما في اشارة حمراء يبقى في ستوب، تمام؟ يبقى مش مسموح كلمة من مفرد ايه زي ايش ظرف. رقم 7 ايش نوت هايت ابن نوخ ماين فريند انروفن، انروفن معناها يتصل تليفونيا، ده مصدر. يبقى انا نقط بزمايلي النهارده بالليل، اتصل بزمايلي النهارده بالليل، انا عايز او انا لازم. طبعا الفعل الوحيد اللي بيجيب مصدر اخر الجمله هو الفعل الناقص مس، يبقى انا لازم اتصل بزمايلي بالليل النهارده. رقم 5 مثلا فون اطمن ان منشن جوت بايرش اسن، يبقى عندنا مثلا ايه هنا؟ اسن مصدر، مصدر مع كلمه من مفرد، من مفرد زي ايش؟ تبقى كان مفرد، تمام؟ اخر جمله نحلها مثلا رقم 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 اخر جمله اللي هي ايه؟ ان فيلين اربايتس بليتسن
نقط ما نشترى وخن في أماكن العمل مش مسموح للإنسان إنه يدخن. أتمنى يكون إيه الناس بتلتزم بالملحوظة دي. طبعا دي كلها أمثلة على الأفعال الناقصة، والأفعال الناقصة هما خمس أفعال: مشتم يساوي فولن، مشتم معناه يريد، وفولن معناه يريد. الاتنين بيدل على الرغبة والأمنية، كلمة فونش أو كلمة جيرن، كلمة فيل، كلمة أبزيشت، دي معناها نية، إرادة، رغبة، أمنية، بتدل على التفضيل. يبقى دايما بختار الفعل مشتم أو فولن في الجملة. عندنا الفعل كلن يستطيع، بيدل على حاجة اسمها فيش كايت، معناها قدرة أو استطاعة. عندنا الفعل مسن يجب، بيدل على الزام، اللي هي بفليشت او كلمه درينجن، الزام وضروره. عندنا اخر فيرب اسمه دورفين، معناه يسمح، بيدل على حاجه اما مسموح بها او غير مسموح بها. مسموح بها اسمها ارلابنس، او ممنوع او غير مسموح بها اسمها فيربوتن. دي استخدامات الفعل الناقص. دول خمس افعال، وان الخمس افعال بتجمعهم ملاحظات مهمه اللي هي تصريف الفعل مع ايش هو نفسه مع ار او اس و زي. النقطه الثانيه بيجيب مصدر اخر الجمله. النقطه الثالثه، وركز قوي في النقطه الثالثه، مع الفعل مسن، لان في الاوملاوت بترجع مع اير، ودي مقارنه ما بين مست مع الدو ومست مع الضمير اير. اتمنى تكونوا فهمتوا القاعده كويس جدا. اتمنى بقى دوركم بقى ان شاء الله تحلوا كتير وتذاكروا كتير، واشوفكم في اللايف لو في اي مشكله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تشوز.